النهارده مباراة الأهلي والمصري كان فيها حالات وكان فيها تدخل من الفار في أكتر من كورة، إيه أكثر الحالات جدلية النهارده؟ والله احنا هنتكلم على ركلة جزاء النادي الأهلي، هنتكلم على هدف ملغي المصري. للمصري، هنتكلم على لعبة فيها شك في ركلة جزاء للمصري، هما تلات ألعاب، يعني هنتكلم على تلات ألعاب مهمة في المباراة. طيب يلا نبدأ بإيه؟ نبدأ بالركلة الجزاء الأهلي. ركلة جزاء الأهلي جاهزة معانا؟ لو جاهزة معانا نعرضها على طول. ماشي أوكي. يلا ركلة الجزاء، إيه اللي حصل فيها؟ بص، هو في اهمال أنتقل. حصل طبعا. لا، الحكم في الملعب ما شافش الحكم في الملعب ما شافش اللي حصل ده، الاحتكاك اللي حصل ده ما شافش من مكانه، ما شافش. وعلى فكره هي لعبه صعبه جدا، يعني لازم يعني برضو نقدم العذر للحكم في اللعبه دي، ما يشوفش ده التفاصيل اللي حصلت دي ما يشوفش. بس انا حكم الفار اللي رجل الشمال في الاحتكاك اللي حصل ده اسمه اهمال. يعني هو الراجل بتاع المصري مش قاصد، يعني في القصد مش موجود. فالقصد احيانا الاهمال بيبقى من دون قصد، وبالتالي الاحتكاك اللي حصل ده بالرجل الشمال ينفع في الرجل اليمين. ينفع اختلف معاك؟ انا اسف. لا طبعا اختلف، انا مش بتاع تحكيم، بس انا ما حسيتهاش بقى اهمال، انا حسيتها تعمد. هو حب يعملها كريم العراقي بذكاء وراح مد رجله دي شويه يا كابتن. انا بتكلم على درجه الخطا. مش تهور، يعني ما يعني بإهمال مش ما ياخدش انذار، بس اهمال مقصود. بغض النظر مقصود مش مقصود، دي مش مشكلتي يعني انا في القصه. انا اقصد ان حركه الرجل كان واضح انه، يعني انا مش شفتها في العاده، زيك كان في المباشر قلت لا شكلها مش ضربه جزاء. انا بتكلم على درجه الخطا نفسه. تمام. الخطا تم باهمال، وبالتالي ركله جزاء بدون انذار، يعني ده الهدف بتاعي. لكن موضوع ان انا متعمد مش متعمد دي مش، لكن في الاخر يعاقب عليها. ما بحبش افتي قوي في الحاجات التحكيميه، بس لا بس ممتاز. لا انت خلاص، انت بسم الله ما شاء الله عليك. يا رب يخليك. فركله جزاء صحيحه طبعا، الفار استدعاها، ما شافهاش في الملعب، الفار استدعاها وراح شافها وما خدش وقت، يعني حتى الفار جاب له اللقطه سهله. صحيح. ما خدش وقت واحتسب ركله جزاء صحيحه بدون انذار. صحيح. وقرار سليم. قرار سليم من الفار ان هو خد القرار، والتنفيذ شفناه برضو تنفيذ سليم، ما فيش مشكله في التنفيذ، وبالتالي القرار مجمله سليم. في حاجه بقى بالمناسبه، يعني قبل ما نخش في الكره الثانيه بعد ضربه الجزاء دي، ما فيهاش حاجه صح؟ لا حتى لو، بس احنا ما نبصش ليها ليه، لان الراجل ما تصدش للكره، فما بنبصش ليها قوي يعني. خلاص. طيب. وهو خارج كابتن محمود بنا، اعتراضات من الجهاز الفني واعتراضات من اللعيبه، وفي انذارات طلعت. انا دايما بستغربها، مش من الاهلي، من كل الفرق، انه الحكم وهو رايح للفار الناس بتعترض. انا دايما اقول ايه، طب ما تستنى لما اعترض، لما هياخد قراره، يعني ممكن لو قرار ما عجبكش، وطبعا الاعتراض مرفوض في كل الاحوال. تمام. بس انا ما بفهمش الاعتراضات اللي هي قبل ما اخد القرار. ما احنا الاعتراض بالكلام، احنا ما بنعرفش قال ايه، قال ايه، مثلا كابتن سيد عبد الحفيظ خد انذار وفي الطريق البنا رايح، فما تعرفش هو قال ايه، هو ممكن يقول حاجه تسال انذار فده الانذار. انا مش بتكلم، لكن الاعتراض انا بفرق مش مبرر، يعني بالظبط كده، مفيش تبرير. اللي انت بتعترض ليه؟ الراجل رايح يشوف عشان يديك حقك. صحيح. فرايح يديك حقك، مفيش. انت ايه مدى الاعتراض؟ ما هو رايح يصلح خطا هو وقع فيه. صح كده. ايه المشكله؟ يعني بقول لك حتى الاعتراض هفهمه، حتى لو مرفوض بس افهمه، لو مثلا كان الكابتن محمود البنا رجع وما احتسبهاش ضربه جزاء، فهفهم ساعتها الاعتراض، لكن هو لسه ما خدش الاكشن بتاعه، يعني لسه ما خدش، فنستناه. ده بقول لك على كل الفرق مش بس الاهلي، هو ممكن مش هو ممكن كله. هو ممكن الفرق بتبقى عامل ايه، بتعمل حاول تعمل ضغط على الحكم وراح يتفرج. فانا بعترض عليك اهوت، يعني انا ليه حق ما خدتوش، فخلي بالك انت روح ترجع بقرار، يعني انت لازم فبيعملوا ضغط، بس ما اعتقدش ان ده ممكن اثر الحكم، راح يشوف اللعبه بعينه. صح. وبالتالي بيرجع بقرار ان شاء الله. طيب. الفكره الصح. الكره الثانيه كانت كره التسلل اللي احتسب، التسلل احتسب على المصري اللي لغى هدف. وده تميز، انا شفت تميز من سمير جمال اللي هو الحكم المساعد الاول. ليه؟ اللعبه دي عشان المعيار فيها مين اللي لعب الكره. يعني لعب الكره، اللعبه دي طبعا التصوير ما ساعدناش قوي في اللعبه، بس احنا جبناها وجبنا تفاصيلها. يعني هنقف على ان لعب الكره، مين اللي لعب الكره. يعني لو لعب نرجعها تاني بقى، نرجع بقى نشوف مع بعض مين اللي لعب الكره. طبعا هو سمير خد القرار صحيح لما شفناه بعد كده ووعدنا كذا مره عشان نشوف اللعبه. نقف على مين اللي لعب الكره هو لاعب النادي المصري، وبعد كده اصطدمت براس النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي، وبالتالي اللعب حصل من لاعب النادي المصري. الاصطدام ده عباره عن ارتداد في لاعب النادي الاهلي، وبالتالي اللاعب اللي موجود في موقف التسلل اللي هو الشراب الاخضر اللي موجود في موقف التسلل ده، ساعه اللمس موجود في موقف التسلل، اقرب لخط مرمى النادي الاهلي من كل من الحارس المرمى واخد تاني المدافع. حاله صعبه جدا وتميز. تميز. عشان تشوف المنظر ده وتقدر ده وتكون مركز. انا عايز حضرتك تشرحها تاني الجزء دوت عشان مش كتير هيعرفه. بص، هو حضرتك قلت انه اللي اخذ الاكشن في تحويل الكوره لاعب المصري، خبطت صحيح في اخر واحد لاعب الاهلي، بس مش هو اللي وجهها، اللي لعب الكوره ده. لو الاهلي لو لعب في الكوره دي لاعب الاهلي اللي لعب،
مش تسلل، مش تسلل جول خلاص. لكن اللي لعب في اللعبه دي هو لاعب النادي المصري ولمست اصطدمت في لاعب النادي الاهلي اصطدمت يعني القصه مش مفيش لعب بقى في ارتداد من لاعب النادي الاهلي يعاقب اللاعب اللي موجود في مركز التسلل ده لاكتساب اكتساب ميزه ان هو اكتسب ميزه من زي ما يكون بالظبط الكره ردت ليه من القائم او او العارضه وبالتالي قرار مميز جدا من حكم المساعد وصعب. دي ضربه الجزاء حضرتك بتقول عليها؟ لا دي مش ضربه الجزاء. طب نجيب ضربه الجزاء خلاص يعني القرار كان في ضربه الجزاء صحيح؟ القرار كان في التسلل مميز 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 من سمير جمال الحقيقه لانه صعب قرار صعب قرار صعب وقرار حاجه يعني لو حسبت الهدف هنتكلم فيه كتير لكن هو الراجل خد القرار الصح وقرار مميز. الحاجه كويسه باللي بنشيد بيه ضربه الجزاء اللي هي شك في ركله الجزاء بتاع اوستن موتو هو الراجل. بص نرجع بقى خطوه نرجع خطوه اللي حصل ايه رجعتي. انا المعيار بالنسبه لي لعب الكوره اوستن لعب الكوره لكن علي لطفي لعب الكوره كمان ارجع كده بس هي اللمسه دي اللمسه دي خلاص انا اي حاجه بعدها انساها يبقى لاعب النادي الاهلي طيب الحارس في زاويه حارس النادي الاهلي هنشوف في زاويه ثانيه حارس النادي الاهلي اللي نجح في لعب الكوره وبالتالي مفيش خطا يعني هما الاثنين لمسوها صحيح لعبها موسم الموت الاول ولاعب النادي الاهلي لعب الكوره صحيح وبالتالي مفيش خطا عليه عشان نحتسب ركله الجزاء. هنشوفها مع بعض هنا الزاويه هتبان هنا جدا اللمسه دي واللمسه دي ده لعب الكوره بايده فخلاص في لعب اللعب ده خلاص اي حاجه بعد كده اي احتكاك بعد كده بيحصل عادي لكن لو ما حصلش اللعبه دي بتاع الحارس ركله الجزاء مليون المية مليون المية مليون المية لكن هو اللعب ودي خرج من قصه ان هو اخطا لو لعب الكوره يبقى المعيار بالنسبه لنا طول الوقت لعب الكوره. دول اصعب ثلاث حالات دي واضحه جدا يا كابتن دي خلاص لعب الكوره خلاص الموضوع انت وصل للكوره ونجح في لعب الكوره انتهت. دول اصعب ثلاث حالات في المباراه وثلاث حالات انت شايف فيها اجاده من طاقم التحكيم. لا النهارده بص حتى الخطا اللي كان عند البنا موضوع ركله الجزاء بتاع الاهلي مش مقصود صعب الفار تدخل وصح الخطا وهو صعب على الحكم وهو في ارض الملعب جدا انا التمس العذر ما تشوفهاش اللطشه دي ما تشوفهاش في الملعب صحيح. دي حقيقه صحيح وبالتالي الفار لما تدخل خرجنا المباراه بدون خطا تحكيم وده اجاده المباراه يعني الطاقم كله على بعضه ونجح بالمباراه تحكيميا ما فيش خطا مؤثر في المباراه في اخطاء ممكن في فاول في انذار في حاجات اللي هي الخفيفه ممكن تحصل في الملعب زي اي حكم بيحصل لكن في الاخر المباراه تحكيميا اديرت بصوره جيده.